ما بتقول احنا عندنا ارقام يعني تحت 18 سنه 25 مليون الاعمار السنيه اللي ممكن تكون دي اللي هتخدم وهنلتقي فيها. علشان كده مشروعات الفئه الموهبه والناشئين سيما في كره القدم عندنا امال كبيره جدا ان احنا نجري ونعمل طفرات كثيره. علشان كده اطلقنا عنان الاكاديميات وفرانشايزنج دي الانديه الكبيره اللي هي تكون موجوده، وناكد على ده لكل واحد عنده جهد. حتى شركات الخدمات الرياضيه في الوزاره حجمها كبر جدا 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 باشتراك وتهيئه وتسهيل الاجراء في شركه الخدمات الرياضيه موجوده بتخدم الرياضه. كره القدم مزاج عام لمصر، حتى لو احنا بنطور بقيه الرياضات يعني هفرض ان هي دلوقتي راح استقبل ابطال عالم وبطولات في رفع الاثقال، معظمهم من مشروعات القوميه اللي خرجت الاولاد دول. لكن يبقى وتبقى كره القدم هي دايما في ذهن كل مصري بمحبه، وبالتاكيد شفنا امبارح يعني ماتش مباراه الاهلي والجماهير كانت بتسحب قد ايه وعايزه تكون موجوده بصاله، عشان حتى شكل الملعب والمنظومه لازم تكون موجوده بشكل عدد كبير من اللعيبه والمدربين هيكونوا موجودين هناك، وخبرات كتيره جدا هتتنقل، هم هيكونوا موجودين هنا برضو معانا بعدد من المدربين وعدد من الكوادر الكبيره جدا جدا جدا. فالحقيقه انا بشكر حضراتكم ان انتم حضرتوا معانا ضربه البدايه، وان شاء الله باذن الله هنروح لحلم ونقطه بعيده جدا. بشكر تاني السيد وزير الشباب والرياضه، بشكر الاستاذ جمال علام، بشكر رابطه الانديه المحترفه المهندس هاني ابو ريده، كابتن احمد مجاهد، كابتن محمد فضل، تاريخ كبير جدا في اتحاد الكوره كله موجود معانا النهارده في حدث كبير. بشكر كل الناس اللي موجوده في غورة وموجوده في زد، الحقيقه اتعلمنا منهم كتير، شايف منهم كتير قاعدين زي الشريف فاني وشهيره ومجموعه كبيره مش عايز اقول حد، بس احنا في زد اتعلمنا حاجات كتيره جدا 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 كانت ناقصانا، وان شاء الله باذن الله مع فيلا هنكملها. الموضوع ده اخد كذا سنه ان احنا اشتغلنا على التفاصيل الدقيقه، ولقينا لما رحنا هناك هم سالونا ليه مصر ما فيهاش لعيبه محترفه زي بلاد تانية في افريقيا، مع ان مصر واخدين بطولات افريقيا في كل حته، يعني احنا اقوى فريق في افريقيا يعتبر كمنتخب وكفرق في الدوري المصري. فبصينا كده وبصينا على الملام، يعني ايه المشاكل اللي عندنا، احنا خدنا الشراكه دي طب احنا بقى عايزين نستفاد منها ايه، مش ان هي بس اسم او اسامي ويبعتوا لنا شويه لعيبه ومدربين ونعمل شويه بطولات وخلاص، لا احنا قلنا فعلا عايزين نعرف ايه المشاكل اللي بتواجهنا ونبقى حقيقيين مع نفسنا ونعرف احنا المهارات موجوده، التعداد السكاني موجود، فلازم نشوف العوامل دي كلها بتبتدي فين. وهم مشكورين طبعا لما جم هنا انبهروا ان الكوره دي مفيش حد في مصر ما بيحبش الكوره والاهتمام بيها، فهم شايفين فرصه كبيره جدا ان هم يدعمونا ويساعدونا في حتت مختلفه يمكن احنا ما كناش في السابق بنركز فيها، او ازاي مثلا اللياقه البدنيه بتاعه اللعيبه المدربين، احنا نفسنا كاداره ازاي يعني نحط الخريطه صح، ازاي الخطط اللي عايزين نحطها، هل يعني نراجعها كمان من حد في الاخر، هم احنا عايزين اللعيبه بتاعتنا تحترف هناك، لازم نعرف هم عايزين مننا ايه، متوقعين مننا ايه. الشاب الصغير ده بيضحي كتير وهو بيكبر في عزيمه وفي مهاره، فعليا انا ودورنا احنا كمجموعه هنا بزاد ان احنا نبني ونهيئ الطريق ليهم وللمستقبل يقدروا يحلموا بيه بجد، ويبقى الدور عليهم هم ان هم ينجحوا. فالموضوع ده الشراكه دي بالذات هتساعدنا كمان حتى احنا لما نفكر نتوسع في زاد، سواء بقى ملاعب، ازاي نبني ملاعب، جيم، تغذيه، ازاي ان احنا يبقى الشاب الصغير ده بيقتنع بنفسه مش ان احنا لازم نفرض عليه حاجه. فكل دي اجواء احنا اتعلمناها بره وشفناها من التجارب اللي عملناها حتى مع اسبيل، احنا ابتدينا نشتغل مع بعض على الارض الواقع، وزملائي هنا ان شاء الله يقولوا معايا.